منصات التواصل الاجتماعي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأعتقد كثير مننا نلقى حسابات متنوعة تسرد من وجهة نظر أصحابها أفضل طرق لتعلم واكتساب اللغة الإنجليزية. تعدد المصادر والأساليب صار فيها تشتت عند بعض الأشخاص والراغبين فعليا بتطوير لغتهم الإنجليزية بالتحديد، سواء من أجل الحصول على وظيفة أو حتى الابتعاث أو من باب تطوير الذات وتطوير مهاراتهم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ومعرفة الطرق الفعالة، اسمحوا لنا نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الأسمري، أكاديمي متخصص باللغات والترجمة. مساك الله بالخير دكتور عبد الله. النور. خلينا نتكلم أسباب فشل البعض في تعلم اللغات. طبعا الأسباب متعددة ومتشعبة، طبعا أهمها أنه اللغة، بنية اللغة نفسها فهي بنية معقدة نسبيا. لو أخذنا مثلا على سبيل المثال البنية المعجمية، نجد أنه أي لغة مكونة من مئات الألوف من الكلمات والعبارات. لو أخذنا مثلا على المستوى النحوي والصرفي، نجد أنه هناك العشرات من القواعد اللغوية. لو أخذنا مثلا على المستوى التداولي، يعني نعرف أنه هناك لغة محكية وهناك لغة رسمية وهناك لغة علمية وهناك لغة تستخدم مثلا في المجال الطبي غير اللغة اللي تستخدم في المجال الهندسي إلى غير ذلك. على المستوى الصوتي أيضا هناك اختلاف، يعني هناك أصوات في اللغة الإنجليزية غير موجودة في اللغة العربية، هناك أصوات موجودة في اللغة العربية غير موجودة في اللغة الإنجليزية. فبنية اللغة، أي لغة، هي بنية معقدة يعني إلى حد كبير. واللسان الشهير نعوم تشومسكي عنده نظرية مشهورة أنه إحنا نولد وعندنا نوع من القابلية لتعلم اللغة. لذلك سهل للطفل أنه يكتسب لغته الأم، لكن هذه القابلية تتلاشى يعني في عمر معين تبدأ في التلاشي، يعني 4 سنوات 5 سنوات تبدأ في التلاشي، زي الأسنان اللبنية انتهت وظيفتها. ولذا في اللغة بنيتها صعبة شوي، يعني أي لغة. يعني مثال على ذلك أنه لو شخص إنجليزي مثلا أمريكي ولا بريطاني ولا نيوزيلندي ولا واتيفر قرر أنه يجي يدرس اللغة العربية عندنا، وأول يوم أول درس قلنا له والله الأفعال في اللغة العربية 3، ماض ومضارع وأمر، بيفرح بيقول والله كويس اللغة العربية سهلة. في اليوم الثاني بنقول له والله تعال ترى الصفة في اللغة العربية تتبع الموصوف، في التثنية والتذكير والإفراد والجمع. طبعا بينجلط لما يسمع هالمعلومة هذه، لأنه الصفة تختلف، لا في الصفة في اللغة الإنجليزية نظامها سهل جدا مقارنة بالصفة في اللغة العربية. طيب دكتور عبد الله، يعني خلينا نقول بشكل عام، يعني من باب خبرتك وتجاربك، وش هي أكبر الأخطاء اللي بيمارسها الواحد في تعلم اللغة الإنجليزية؟ نعم، يعني أكبر الأخطاء أنه اللغة ينظر لها كمادة، كأنها مادة شبيهة بالرياضيات وبالعلوم وبالجغرافيا وكذا، بينما اللغة في الحقيقة هي مهارة. يعني مهارة فيها جانب علمي وفيها جانب تطبيقي. يعني السباحة مثلا، لما تعلم شخص السباحة يتعلم سباحة، أعطى 20 كتاب ما راح يستفيد، لكن إذا فيه تجاور بين المادة العلمية والمادة التطبيقية، فأعتقد أنه اللغة يسهل تدريسها ويسهل تعلمها. نعم. طب دكتور، يعني أنت تشوف بعض الناس، إحنا دائما نشوفهم على السوشيال ميديا مثلا، أو بعض الأصدقاء لما يكونوا قاعدين معانا يقول لك أنا أركز يا أسمع أغاني أجنبية عشان أتعلم اللغة، يا أشوف مقاطع يوتيوب، يا أشوف أفلام، يا أقرأ رواية، هل هذا الشيء صح؟ ممكن يفيد؟ يعني الحقيقة أنه المختصين في المختصون في 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 تدريس اللغات يقسموا المهارات اللغوية إلى قسمين رئيسيين. هناك
مهارات نسميها مهارات استقبال، يعني ريسبتيف سكيلز. الريسبتيف سكيلز هي يعني استماع ومشاهدة أيضا وقراءة، ومهارات نسميها مهارات استخدام اللي هي برودكتيف سكيلز اللي هي التحدث والكتابة. فالكتابة على فكرة هي من أصعب المهارات. صحيح. فالاستماع مثلا لبرامج في اليوتيوب وغيره أو مشاهدة موفيز أو كذا هو مفيد، يعني مفيد بحيث أنه أنت تسمع اللغة، وبعد ما تسمع اللغة وتسمع اللغة وتسمع اللغة وبعد ذلك تقرأ وتقرأ وتقرأ، هذه تغذي المهارات الثانية اللي مهارة الكلام ومهارة الكتابة. صحيح. ما في شك أنه التعرض للغة، أي نوع من التعرض للغة هو مفيد. نعم. اسمح لنا دكتور عبد الله أن نسمع وجهة نظر أحد المدربين للغة الإنجليزية. نرحب معنا عبر سكايب بعبد الرحمن حجازي. أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن. يا اهلا وسهلا عبد الرحمن. اهلا وسهلا مشاهدين. اهلا وسهلا فيك. انت دائما تقول انه انت بدات بنفسك من الصفر، صح؟ صح. كلمنا عن رحلتك. صعبه شويه. احسها او اقدر اختصرها بمعنى انه قصتي بدات مع اللغه كونه كابوس وكونه حلم. يعني كنت اتمنى اعدي هذا الكابوس الضخم عشان اقدر اقدم في الجامعه اللي ابغاها، عشان ادخل وظائف الفرص الوظيفيه اللي ابغاها. فمن هناك بدات تجربتي زي اي احد، اوكي معتمد على المناهج الدراسيه اللي ادت له كذا اي بي سي دي سكار بويز وكذا. اند لما اوقف اي كانت اوردر، يعني اروح اطلب من مطعم اي ريلي كانت. فمن هنا بدات المعاناه، فقلت يلا خلاص ايش الشيء المعروف، يلا احفظ كلمات، جيب لك قاموس، يلا عبد الرحمن 6 أشهر اكرف حتلاقي نتائج ان شاء الله قريبا. فاجلس اجلس اجلس احفظ 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 احفظ، بعد 6 أشهر تعدي. وفعلا كان عندي قاموس صغير كان مختصر كذا فيه 4200 كلمه، حرفيا عديت عليهم 6 أشهر 4 ساعات يوميا. طلعت منها اذكر بعد اسبوعين قلت عبد الرحمن خلاص انت المفروض تكون عارف اهم الكلمات، لانه هذا القاموس كان يحتمل اهم الكلمات. اروح افتح bbc.com عشان استوعب، يعني يقول من احد النصائح الثانيه اقرا جرائد. بديت احاول اقرا جرائد، اقرا السطر الاول اذكره الان تقريبا في 12 كلمه. لما اوصل الكلمه this و today وزي كذا هذه اعرفها، لكن لما تجيني كلمه صعبه زي ambiguous او شيء زي كذا اقول تيجي بالي انه هذه الكلمه اذكر انه حفظتها في يوم من الايام، مألوف علي ما هي غريبه علي، بس اوكي خليني ارجع قاموس. بعدين بعد شوي اعيد الفكره مره ثانيه، احس انه الكلمات هذه صح انه انا حفظتها بس كونها تبخرت من مخي او ماني قادر استخدمها. لما اطلب من مطعم حتى هذيك الفتره حسيت انه الكلمات هذه ايوه مألوفه بالنسبه لي لكن ماني قادر استخدمها، ماني قادر لما اقرا ماني قادر اتذكرها ولا في الاسماء. نعم. فهذه كانت البدايه، في البدايه بدات بالكلمات، بعد تركيز على الجرامر ختمت المنهج الموجود معايا، فهمت كل قواعد اف، قاعده اف الثانيه ممكن اشرح لك كيف كان يمديني اشرح لك هي ثواني. منها قلت لا في شيء في شيء في في خطا، احس انه في لخبطه شويه. اوكي. فمن هناك بديت اجرب طرق ثانيه، جرائد جرائد، بعدين بدا في احد من الناس، سمعت الناس يقول اوكي اسمع يا عبد الرحمن، استمعت حاجات صعبه ما زبطت معي. حبه حبه لقيت انه لا في برامج صوتيه الان تدربك وتعطي لك المدخلات، زي ما دكتور عبد الله ذكر قبل شوي تعطي لك المدخلات هذه عشان بهذه الطريقة اللي حتعلمني بها العربي. إنه أنا ما بدأت بكتاب فوكابلري وكتاب الطالب وكتاب المدري إيش وكلمات القواعد وأنا عشان أتعلم عربي، فسمعت من أبوي وأمي يتكلموا. هذا الأسلوب، البروسيس الطبيعي، مدخلات أولا مخرجات ثانية. إحنا بنعكسها نقول يلا أكتب what's your name حعلي. فمن هناك بديت أتعلم هذه الأشياء، الخطوات اللي غيرت أسلوبي في التعلم. وقلت طيب عبد الرحمن انت مريت بهذه التجربه، ليش ما تشاركها؟ ليش ما تحاول انك يعني ممكن في شخص زيك. فهذا اللي قاعد اسويه من 8 سنوات الحمد لله، في اشخاص كثار الحمد لله فوق 1 مليون شخص استفاد من التجارب البسيطه اللي حاولت. يعني انت مشكور استاذ عبد الرحمن. طبعا انت اسست اكاديميه دليلك للايلتس وقاعد تساعد الناس وتدربهم على الاختبارات واختبار الايلتس بالتحديد. خلينا نتكلم عن اكثر شيء يجيب نتيجه. يعني انت ذكرت نقطه جدا مهمه الان اللي هي عدم الممارسه. يعني ليش كثير ناس يتشكون الان انا عندي اختبار ذاكرت وحفظت الدرس صم ومذاكر الجرامر ومذاكر الكلمات او النص ونجحت في الاختبار، لكن بعد سنه سنتين ضاعت اللغه،
الانجليش حقي كان 10 من 10 فجأة صار 6 من 10. فايش السبب؟ انت ذكرت السبب قبل شوية، ممارسة. فقلة الممارسة هي بسبب مشكلة، بس المشكلة الأكبر. لا لما تقول ممارسة، ممارسة إيش؟ يعني هل أنا أشوف فيلم، أقرأ كتاب، أتكلم مع ناس، أروح يعني دولة تحكي بهذه اللغة اللي أنا أحكي فيها؟ حلو، 90% من الناس أنا أقول إنه لما أقول لهم ممارسة يقول لك آه أنا ما أقدر أسافر الحين، أحسب إنه لا ممنوع إنه أمارس اللغة في بيتي أو في المكان اللي موجود فيه. والإجابة إيه، وقبل 20 سنة كان هذا شيء صعب. الآن عندنا السوشيال ميديا، عندنا محتوى ضخم وهائل ومتواجد زمان ما كان موجود، وبالتالي هذا كان سبب إن الناس ممارسة اللغة كانت مرتبطة بالواحد يسافر ويروح معهد عشان يقدر يستمع، عشان يقدر يقرأ، عشان يقدر يكتب ويتكلم. يعني أنت في أفضل معهد في لندن ايش اللي حسويه؟ حروح معهد حسمع واقرا، ولما اطلع برا حمديني اكتب كيف تصير في المعهد، لكن يمديني اتكلم واسمع الناس. فالحس انه الممارسه هي اول شيء، ولما اتكلم على اي نوع من الممارسه ما ذكرتي الاستماع اولا. انا اقول الاستماع هو اقوى شيء الواحد يقدر يسويه الان ويلاقي نتائج فوريه في خلال اسبوع اسبوعين. قد ما انه هذا الشيء ايوه منطقيا مره صعب، يعني منطقيا رحمن في اسبوعين انا صلي 10 سنوات، يعني جو ناس رحمن صلي محاولات، معاهد، سفريات، عشرات الالاف من الريالات انصرفت. وانا اقول له اسمع، اقول لك لا هذه مستحيل، انت شكلك بتخدعني عشان تاخذني في مكان ثاني او تعقد الموضوع. اقول له اسمع يوميا لمده ساعه، نص ساعه لساعه، وتعالي بعد اسبوعين. عبد الرحمن يعني إيه؟ كثير مبسوطين بمداخلتك معنا اليوم، وفعلا يعني في بعض المفاتيح الصغيرة هي اللي ممكن تساعد الواحد أكثر على أنه يتعلم أو يتقن اللغة الإنجليزية. دكتور عبد الله أرجع لك، يعني عشان نختصر على المشاهدين ونختصر على نفسنا، أبو أعرف منك إيش هي الأساليب الفعالة والناجحة حتى الواحد يتقن اللغة الإنجليزية؟ طبعا هناك هذا سؤال هام ويطرح بكثرة، لكن في قبل الإجابة على السؤال هناك حقائق لازم نعرفها. إنه عملية الاكتساب لغة وتعلم لغة هي عملية بطيئة جدا جدا جدا، يعني نحن لا نتحدث عن أيام ولا نتحدث عن أسابيع ولا نتحدث حتى عن شهور، نتحدث عن سنوات، فهي عملية بطيئة. تحتاج إلى مجهود، نعم تحتاج إلى مجهود، تحتاج إلى مجهود فردي من قبل المتعلم، تحتاج إلى نوع من الصبر، تحتاج إلى نوع من الممارسة، تحتاج زي ما قال الأستاذ عبد الرحمن إلى نوع من السماع في البداية، نسمع 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 ونشاهد. وأيضا هو ذكر أيضا موضوع آخر اللي هو قضية التكرار. التكرار مهم جدا في اللغة، أنت كلمة واحدة تعرفها اليوم بكرة حتنساها، فإذا التكرار جوهري في عملية تعلم اللغة. أنت تقرأ نفس المقالة مرة واثنين وثلاثة وتشوف بعد أسبوع بعد أسبوعين، ليه؟ علشان العقل يأخذ دورته في التعلم، لأنه spaced learning، إحنا نحتاج spaced learning يعني على فترات. فهذه واحد. اثنين القراءة، يعني القراءة هي مهارة تحسن كل شيء بالذات في اللغات، يعني بالذات في اللغات القراءة. هناك نفور من القراءة بين الطلاب، احنا عندنا، انا في الجامعة عندي طلاب في الجامعة ما يقرأوا، ولذا القراءة مهمة جدا جدا. ثانيا الممارسة، الحديث، شفت واحد يتكلم انجليزي تحدث معه، تخطي؟ نعم بتخطي. وفي عوامل ايضا نفسية، يعني الموتيفيشن هذا من الامور اللي عمل عنه ابحاث كثيرة، الدافعية لدى الشخص، مدى انطلاق بس الشخص. بس في ناس كثير تخجل، تخاف تغلط، تنحرج، فتقوم يعني ما تحاول انها هي هذا كلام. صحيح، هذا يعود على البيرسوناليتي، يعني احيانا انه في اشخاص هو كذا، يعني هو غير مبادر، عنده نوع من التحفظ، غير منطلق في الكلام. صحيح، هذه مشكله حقيقه. ولذا اي شخص يجي من هالنوعيه من المتعلمين يجب ان يكون بالنا كمعلمين وكمربين بالنا وسيع عليه، ونعطيه نوع من الحافزيه ومن الدافعين، والله ممتاز، ولا تصدمه، والله هذا خطا، او توقف، او كذا، او عد لي الكلمه، او كذا. هذه تؤثر طبعا في انطلاق. دكتور عبد الله الأثمري، اكاديمي متخصص باللغات والترجمه، يعطيك العافيه وشكرا لك اليوم معنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا اكيد احنا مكملين معاكم، ولكن بعد الفاصل.